هاي، درجة الاي كيو مرتبطة بعدة عوامل، من المرض، الوضع الاجتماعي، معدل ذكاء الأهل، وهالدرجات تختلف كمان بين الرجال والنساء. الرجال بيسجلوا درجات اي كيو أعلى من ناحية الوعي المكاني، بينما النساء بيسبقون بتطوير اللغة والحاصل العاطفي، والفرق بين هالمستويات هو كتير قليل. على كل حال، المحيط بيأثر على حاصل الذكاء بشكل كبير، والمقصود فيه النظام الغذائي، الوضع الاجتماعي، الأصحاب، المزاج، التوتر والسلوك. دراسات دلت أن الأشخاص يلي طولهم فوق المعدل العام بيتمتعوا بدرجة IQ أعلى من غيرهم تماماً، مثل الأشخاص يلي بيدرسوا موسيقى. حاصل الذكاء المتوسط بيكون بين 90 و 109، والمرتفع بيكون بين 110 و 119، الاستثنائي بين 120 و 144، والعبقري فوق ال 145. مين قال إنه حاصل ذكاء ليوناردو دافنشي بيتقدر ب 220، بينما أينشتاين كان بين 160 و 190؟ أنا قال. شوفكم بكره.